السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإخوة كاملين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والمغرب العربي كامل وكذلك الأشقاء الآخرين. ف بغيت ندير واحد الفيديو مرت على واحد الأخ كيدافع على الصحراء التي قد يسميها البعض غربية والبعض الآخر مغربية، فهي صحراء غربية مغربية شرقية لبنانية، لا يهمنا الأمر. الذي يهمنا هو بعض المغاربة وبعض الإخوة في الجزائر وبعض الإخوة كذلك في مخيمات يقومون بسب المغربي وسب الجزائري وسب الإخوة الصحراويون الكاينين في المخيمات. أنا كنقول الإخوة كاملين بأن غيجي واحد النهار هاد الأمور كلها غادا تصفى طال الزمن أو قصر، وغيكونوا الإخوة ديالنا الجزائريين والإخوة المغاربة والإخوة الصحراويين العايشين في تندوف غيكونوا لحمة واحدة، غيكون يد واحدة إن شاء الله. والإنسان الذي يشتم أخاه الجزائري أو أخاه المسلم بصفة عامة سوف يحاسب حسابا شديدا أمام الله. فلن تنفعه لا صحراء كانت غربية أو شرقية أو شمالية أو جنوبية، ما سينفعه هو عمله وكذلك احترامه للإخوة كاملين ونضاله وشرعيته فيما يقول. لهذا إن كنت متفق مع الإخوة لن فاتفق، وإن لم تكن متفق فقط لا يحق لك أن تسب أخاك الجزائري ولا التونسي ولا الليبي ولا الصحراوي ولا ولا ولا. لماذا؟ لأنك سوف تحاسب يا أخي. فأخوك الجزائري هو مسلم، هو مسلم، هو أخوك في الإسلام، لا يجوز لك أن تسبه، وكذلك العكس بالعكس. لهذا يا إخوة، وإن لم تتفقوا والعرب لن يتفقوا أبدا، فعليكم احترام انتماءكم إلى دين واحد، إلى أمة واحدة، ألا وهي أمة سيدنا محمد. فوالله حرام ثم حرام أن نرى مغربي يسب جزائري وجزائري يسب مغربي أو العكس بالعكس. إننا أبينا أم لم نريد، فنحن شعب واحد كما أردد دائما، ونحن إخوة ولن تفرقنا لا سياسة ولا صحراء ولا رمال ولا شيء. فالرابط بين الجزائر والمغرب أقوى مني ومنك ومن غيرك، وأقوى من الناس الذين يتدخلون ويحركون هذا الابتلاء، لأن الرابط ما بين الجزائر والمغرب هو رابط الدم ورابط القرابة. فكفاكم هراء وكفاكم تلاعب بالناس وعلى الناس. فنحن إخوة، نحن إخوة يا أخي. فأنا جزائري أحبه، والجزائريين هنا في فرنسا يحبونني، ولا فرق بين جزائري ومغربي. الفرق الوحيد الموجود هو في عقول الناس الموجودة في المغرب وفي الجزائر، الذين لا يحبون لا الدين وأنهم بعيدون على الدين وبعيدون عن الإسلام. هم من يحبون هذا الموضوع وتفشي الخلافات وتفشي المشاكل. أما أنا فأقول مغربي وجزائري هو أخ لي، إن كان صادقا فنصفق له ونحترمه، وإن كان مخطئا ننصره ونبين له الحق ونتحدث مع الشيوخ في الجزائر وفي المغرب كي نوحد. أما من يفرق الإخوة فهو جبان ولن ينفعه هذا، لأنه إن شاء الله سيحاسب أمام الله. لهذا أنادي مرة أخرى بعدم سب الجزائري، فسب الجزائري أو المغربي، سب الإخوة من بينهم، فهذا شيء لا نحبه. بل نقول أن من يسب لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في جميع بقاع دول الإسلام فهو إنسان غير جدير بالإسلام،
غير لا ليس من أمة سيدنا محمد. هذا يا إخوتي قبل أن تسبوا تفكروا أن لنا تذكروا أن لنا رسول كريم رحيم اسمه سيدنا وسيد الخلق محمد عليه ألف صلاة والسلام. اتبعوا واتبعوا ما يقول. أما الفتنة فالشيطان ييسر فيها. أقول قولي هذا وأقول لكم يا إخوتي الجزائريين جزاكم الله خيرا، وإخوتي المغربيين جزاكم الله خيرا، وعليكم أن تحبوا بعضكم بعض فأنتم شعب واحد، ولكم كل احترام والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله.